امتحان كان صراحة سهل متناول، يعني في المتناول اللي مراجعه خادم راه غادي يقدر يجاوب، ما مزيرينش وما راخفينش، يعني صراحة أصلا حتى واحد ما كينقل، يعني كلشي تقريبا موجد، ما عندهم لا شي نقلوا ولا شي حاجة، راه اللي بجد راه مهم. أنا كهضر على راسي، قسمي حتى واحد ما نقل، كلشي موجد خدام على راسو صافي. يعني امتحان راه جانا ساهل صراحة، أنا بيرسونيلمون جاني ساهل زعما. بون بالنسبة للفيزيك هذا كان عندي منه تخوف، شخصيا عندي تخوف منه كبير، مي هو في الامتحان فاش تحط يعني راح حطوا لنا واحد الحاجات اللي غادي تضربي فيهم النقاط وشي حوايج اللي كانوا شويه صعاب، مي كنظن ان يعني راه كلشي الناس اللي غادي يدوزوا راه كلشي غيضرب ان شاء الله النقطه، حيت راه داكشي حطوه في المتناول. بالنسبه للانجلي انا كنقول تحت مزيان، يعني الانجلي غير اللي ما بغاش يجيب فيه النقطه وصافي. السلام عليكم. وفي الصراحه اليوم اول نهار دوزنا الباك في الصباح الفيزيك شويه حطوه لنا صعيب، الميكانيك تحت صعيب، الشيمي شويه في المتناول، اما الانجلي كما قالوا الزميلات قبيله راه كان ساهل. لونجلي حطوه لنا في المتناول والحمد لله دوزنا مزيان وساليناه بكري الحمد لله. السلام عليكم. انا جيت مع بنيتي في الصباح دوز الباك ادبيه، ولكن دوزت الصباح شويه صعيب، لكن في العشيه مازال كنتظرها ونطلبوا الخير والله ينجح الجميع والله يوفق الجميع. السلام عليكم. بالنسبه حق الامتحان هو صراحه الله كان في المستوى ولكن شويه زيرونا، وبالنسبه للصباح صراحه الله صعبونا في الميكانيك، وبالنسبه للكيمياء خلاص حطوا لنا جو بونس هذاك ديال 2009 لو ميم، ولكن شي اسئله صعاب. بالحق الميكانيك زيرونا على باسي، واخا هما طويل ولكن حنا زيرونا، حنا لي اس في تي وماشي عندنا معامل خمسة، دونك زيرونا في الميكانيك. القضيه الحمد لله مزيانه، اسئله مزيانين، وتلفرت كان في المتناول وكلشي كان معول على راسه، ما كاينش نقيل ولا شي صداع ولا شي حاجه، شي اللي كان لا جو واحد الامتحان مزيان الحمد لله، ما كانش شي واحد اللي عول على النقيب ولا بقى يغوص ولا شي، مي يعول على صاحبه ولا شي حاجه، شي اللي كان. الحمد لله. يلا دابا خرجنا من الامتحان كدوزنا لاسبانيا الحمد لله، كان كل شيء في المتناول، دوزنا مزيان، ما كان لا غش لا حتى شي حاجه، يعني اصلا المراقبه كانت مزيره، يعني ما كانوش فاتحين المجال ولا، وبالنسبه للاسئله حتى هما كانوا في المتناول ديال الجميع، يعني اي حاجه غادي تبريباريها راه كانت محطوطه الحمد لله، والله يوفق الجميع. في المتناول داكشي اللي غتخدمو غتلقاه، يعني ما تلقاش شي حاجه اللي ما خدمتيهاش. ايوا عاوتاني الاساسيد كيزيروا بزاف فهمتي، ما كاينش واحد التعاون بين الاساسيد والتلاميذ، كاين شي اساسيد تيرخفوا كاين شي اساسيد تيزيروا. القضيه مزيره شويه.